قوانين الأحوال الشخصية في الغرب مختلفة تماماً عنها في البلاد الإسلامية، وده بيخلي بعض من المسلمين اللي عايشوا برا يقارنوا بين قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا. في حاجات كتير قوي لاحظتها هناك في مسألة الأحوال الشخصية أنا استغربت جداً إن هي مش موجودة هنا، زي مثلاً البنت وإن يكون لها مطلق الحرية في إن هي تختار زوجها. الراجل بيبقى هو متكفل بإنفاق على الأسرة، والست بتبقى تلتزم بالطاعة للزوج، وعلى أساس إن هو متكفل بالإنفاق بيكون ليه بعض الحقوق، زي إن هو ليه حق تعدد الزوجات، ليه حق التطليق بإرادة منفردة يعني من غير ما موافقة الست. وهناك مفيش حد ليه الإرادة منفردة في إنهاء العقد أو إنهاء عقد الزواج بشكل فردي من غير موافقة الطرف الثاني. بره الثروة بتتقسم بالنص بالظبط بين الرجل والست لما يحصل طلاق، بحيث ان هما الاثنين تعبوا في الموضوع. لو طفل مثلا تعرض لانتهاك داخل الأسرة او خارج الأسرة، ازاي ان الدولة بتقدر ان هي تاخده من المكان اللي هو فيه حتى لو كانت الأسرة دي، وبتبتدي تحطه في أسر بديلة بتكفله قدر من الرعاية والاحترام. في أسر كتير في مصر بتستخدم تعذيب لأطفالها كأسلوب من أساليب العقاب. في الدول الغربية عامة بيبقى فيه الست تبقى يعني هي يعني الحاضن الرئيسي، والراجل بيبقى ليه بس يبقى ليه دايما حق ان هو يشوف الاطفال مثلا يومين او ثلاثه في الاسبوع. في مصر الراجل بيبقى يعني للاسف ليه فرصه ان هو يشوف الولد ثلاث ساعات بس في الاسبوع. احتراما لان قوانيننا دينيه، ده خليهم يتسالوا لو يصح اننا نقتبس من الغرب القوانين دي من غير مخالفه للشرع. انا ما اقدرش اجزم ان انا اعرف ان في حاجه في الدين بتقول البنت ممكن تقدر ان هي تتجوز بمفردها، ولكن انا بتسائل هل الدين يحد من ده؟ هل موضوع الرؤية اللي هو الثلاث ساعات في الأسبوع مثلا بالنسبة للرجل، هل دي ليها يعني سند شرعي، أو ليها يعني في حاجة في يعني واضحة في الشريعة أو في الفقه مثلا بتدل على كده؟ هل يجوز إن إحنا نقدر ناخد الطفل ده من الأسرة إذا ثبت إن الأسرة دي بتعتدي عليه سواء جنسيا أو بتعتدي عليه بدنيا؟ لو في حد مسلم عايش بره، مهاجر بره، أو يعني أو مقيم بره بشكل دائم، فهل من حقه إن هو يعني يتبع الشرع حتى لو ده بيخالف للقانون؟